هنروح بقى لموضوع هو من اغرب المواضيع اللي ممكن تبقى قابلتني بصراحه الفتره اللي فاتت. موضوع على طريقه محامي خلع كده. محكمه الاسره في امبابه عادي حصل فيها موقف غريب شويه، بس هو برضو كان ترند السوشيال ميديا. زوجه طلبت الطلاق للضرر من جوزها، وقالت ان يعني سبب الطلاق ضعف جنسي الزوج، والمحكمه قالت انه هيتم تحويل الزوج للطب الشرعي لاثبات العجز، وبناء عليه هيكون حكم المحكمه يا اما برفض الدعوه او قبول الدعوه. لحد هنا مفيش اي مشكله خالص، عادي. فوجئ بقى القاضي والحاضرين جوه الجلسه بنفس لقطه فيلم محامي خلع. الزوج داخل على المحكمه عادي ومعاه شابه صغيره، بنت صغيره، وبيقول انها مراته، وهو جايبها عشان هي تثبت ان هو بكامل صحته ما عندوش اي عجز نهائيا وانه ميت حصان. اكيد القاضي رفض ياخد شهاده الزوجه لانها اساسا ما كانتش مطلوبه، يعني هي مش في القصه، والفيصل في القضيه دي هو الطب الشرعي. معانا الزوجه على التليفون. مدام نعمه، مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا حاسه اني بشوف فيلم محامي خلع. مظبوط. ممكن يعني تحكي لي ايه اللي حصل؟ بشكل كبير هو نفس المشهد تقريبا مع شويه اختلافات. يعني في الفيلم كانت هي زهقانه بتفتري عليه، انما انا واحده قعدت متجوزه 4 سنين. طب ايه اللي خليكي تستمري 4 سنين يا استاذه نعمه؟ يعني لو المشكله دي موجوده من اول سنه تبقى معروفه. هقول لحضرتك، بصي احنا برضو يعني المجتمع بتاعنا زي ما تقولي مقفول شويه، وواضح من الدنيا كلها حالات الطلاق، الواحده بتتبهدل بعد الطلاق، ما بتقدرش تواجه قوي الدنيا والمجتمع وبيبقى فيها الطمع، زائد ان احنا تربينا بنات اصول ان احنا نستحمل ونعالج ونحاول نظبط الدنيا. وهو كان طول الوقت بيقول طب نشوف، طب نروح لدكتور، طب مش عارف ايه، ويعني يطنش يجي الميعاد مثلا بتاع الدكتور ما يروحش. يعني هو ما حاولش كمان يتعالج خالص. ما هو انا ايه اللي خلاني فضية ورحت للمحامي؟ انا رحت للمحامي على اساس ان انا خلع بقى خلاص. ما هو انا على حالتي، انا واحده متجوزه 4 سنين، لا اتجوزت ولا خلفت، فكفايه بقى خلاص، ومطله وفي الاخر جابها لي طريقه كده، انا كده مش هتعالج. وهو ده اللي عندي، وهو عشان بس مقتدر ماديا شويه، فهو شايف ان هو امله يعني. فطبعا لا، كده حرام يعني، هو مش ده المطلوب اساسا من الجواز، في بيت واسره واطفال وعفه وحاجات كتير، وده مش موجود. ف رحت للمحامي على اساس خلع، قال لي طب ليه، ما هو طلاق للضرر، خدي مستحقاتك وخدي طبعا من حقك تاخدي القايمه والمؤخر ونفقه وكل حاجه، تتخلعي ليه وتتنازلي عن كل ده. بالظبط، صح بالظبط. فالاستاذ المحامي كتر خيره هو لفت نظري لان الصح في الحالات اللي زي دي، لان انا متضرره اطلب طلاق للضرر. وفي طب شرعي يثبت كل الكلام ده، وفي يعني ليه تتنازلي عن حقوقك. اثبت كل حاجه بقى، وانا زي ما انا، وهو المفروض ان هو يروح الطلب للطب الشرعي ان يكشف عليه. مدام نعمه، عفوا في السؤال، هو حضرتك لسه يعني عذراء؟ ايوه 4 سنين وعذراء. ايوه، على امل يعني ان هو هيتعالج والدنيا هتمشي كويسه، مع يعني على اساس ان مش الجواز كده بس، في حاجات تانية في الجواز. بس لقيت بقى الحاجات التانية اللي في الجواز مش موجوده، وما فيش موده، ما فيش رحمه. الواحد بيطلب حقوقه مثلا، يطبطب عليك، يقف جنبك، بتاع، ما فيش بقى الكلام ده اللي هو طب ايه يعني، انا جايه وقاعده ليه؟ ما حرام كده يعني، انا برضو في الاول في الاخر بني ادم وحقك تبقي ام. مظبوط. وعمري بيضيع على الفاضي يعني، هفرح بيه قوي لما الوقت يخلص وما اعرفش ابقى ام تاني وانا قاعده جنبه كمان. طب احساسك كان ايه مدام نعمه وهو في المحكمه داخل معاه واحده؟ هل انت صدقتي ان دي مراته بجد؟ دي واحده شغاله معاه في الشركه يا استاذه، انا عارفاها. يعني انت عارفاها اصلا؟ شغاله معاه في الشركه. ايوه.
وهو فعلا اتجوزها؟ وبعدين القاضي، ما انا مش عارفه مش متاكده، بس القاضي ما طلبهاش للشهاده، وهم في قلب الجلسه قالوا احنا طالبين نضم شهاده البنت دي، سوري يعني البنت دي لملف القضيه، يعني ما كانش في حاجه قبل القضيه اصلا. يعني هو مش متجوزها مثلا من الاول ولا في حاجه كده، لا هو بعد القضيه تقريبا المحامي بتاعه اللي شار عليه. طب إيه بره قاعه المحكمه يعني خلاص لما خلصتوا مع القاضي والقاضي لا، ما هو القاضي ما هو القاضي برضه مش هيدخل عليه الكلام ده، القاضي رفض شهادتها اصلا. أكيد. يعني هو قال انه اصلا شهادتها اصلا مش مطلوبه، يعني هو لسه يعني ما تعرضش على الطب الشرعي. لا ما رضاش، لسه ممتنع. يعني هو القاضي بيقول مش في محل الدعوه بتاعتنا، احنا محل الدعوه بتاعتنا ان الست دي زي ما هي والراجل ده عنده عكس. هو ده هو ده القصه، هو ده الدعوه، هو ده القضيه. طيب انت راجل عندك عجز اتجوز 100 يا سيدي، بس احنا نثبت ان الست دي مش متضرره. مظبوط. طيب بره قاعه المحكمه حصل حاجه بينك وبينه؟ يعني اتخانقتوا وقال لك حاجه شدتوا مع بعض؟ لا بصي انا بحترم نفسي، انا بمشي بصراحه، مش يعني ما بحاولش ان انا احتك بيهم، اصل يعني ما بهدله ببهدله، هبتدي البهدله من دلوقتي، كفايه عليا قوي بهدله المحكمه، واتحسب عليا جوازه وهي خطوبه. يعني مدام نعمه انا بتمنى لك كل التوفيق في حياتك، وان شاء الله في يوم من الايام تبقي ام وتحققي كل اللي نفسك فيه.